الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية طليقي أعطاني ختم من الذهب في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية المطلقة أن طليقها أعطاها خاتم من الذهب علامة أنه سيتزوجها مرة أخرى. حلم المطلقة أنها ارتدت خاتم ذهب من طليقها علامة على الخير القادم لها. تدل رؤية المرأة المطلقة أن طليقها أعطاها خاتم ذهب في المنام علامة على السعادة القادمة في حياتها. حلم المطلقة أن طليقها أعطاها خاتم ذهب وهي ترتديه علامة على زواجها مرة أخرى. من يرى في المنام أنه يأخذ هدية خاتم ذهب علامة على المشاكل التي يتعرض لها الرجل. حلم الرجل أنه يأخذ خاتم ذهب هدية في المنام علامة على سوء الأحوال في العمل والمهن التي يتعرض لها. حلم هدية خاتم ذهب في المنام علامة على الأزمات والمشاكل. تدل رؤية العزباء أنها أخذت خاتم ذهب في المنام علامة على الوداع لأحد الأحباب. رؤية الفتاة العزباء أن الخاتم الذهب ضاع في المنام علامة على وجود عدو بينها وبين شخص عزيز عليها. حلم الرجل ضياع خاتم ذهب في المنام علامة على العلاقات التي تنقطع بينه وبين من حوله. تدل رؤية المتزوجة أنها أضاعت خاتم ذهب في المنام علامة على افتراقها مع زوجها. ضياع خاتم الذهب في المنام إشارة إلى المعاناة والأزمات التي توجد في حياة صاحب الرؤية. رؤية ضياع الدبلة الذهب في المنام للعزباء علامة على الكثير من المشاكل التي تواجهها. حلم ضياع الدبلة الذهب في المنام الحامل علامة على السعادة التي تعيشها في تلك الفترة. رؤية ضياع الدبلة ذهب في المنام المتزوجة علامة على عدم الاستقرار العائلي. حلم ضياع الدبلة الذهب في المنام للعزباء إشارة إلى الأحزان التي تعاني منها. رؤية العزباء أنها تقوم بخلع الدبلة الذهب من اليد اليمنى علامة على الأحزان القريبة لها. حلم المتزوجة أنها تخلع خاتم ذهب في المنام علامة على المشاكل الأسرية. تدل رؤية خلع دبلة ذهب في المنام علامة على التجارب العاطفية الفاشلة. حلم المرأة الحامل أنها تخلع دبلة ذهب من يدها علامة على المتاعب أثناء حملها والتي ستتخلص منها قريبا، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا بقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.